الباقي كيف حالكم؟ تذكروا قبل فترة قلت لكم أنا مشاركة في Gulf Food Innovation Awards، كنا اخترنا منتجات لشركات. هلأ إحنا في حفل اللي حنقوم فيه بتوزيع الجوائز على الشركات اللي بتفوز طبعاً بالمنتجات، طبعاً وجود ضخم من الناس وكلهم شركات رائدة، منتجات كلها مرتبطة بالأكل من كل أنحاء العالم، واليوم سيتم توزيع الجوائز. وخلصنا تذوق وهلأ إجا وقت الاحتفال. طبعاً مكان جميل رائع والناس هون كلهم متشوقين للجائزة.